السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك والاعجاب وفعل زر الجرس. خلونا نبدأ. طبعا شباب راح نبدأ بسمايك اكس جروب. تشوفوا شباب التحديث الجديد. طبعا ما ادري شنو التحديث الجديد يعني ما اعرف اللعبة يعني نزل تحديث جديد. انا ما اعرف شنو اضافوا شيء يعني اشياء اضافوا يعني والله ما ادري. المهم يلا خلينا نلعب اللعبة. طبعا وصلنا مقطع الى 30 لايك. اوكي شباب. اوه شعار مقام هناك شيء فعلي بيت. شنو شعار مقام والله؟ مش مشتريها بس مات هكراني بس شوي على حساسية صوت شوي عالي. يلا بس ما شو تحت جيت لا شك مذاكرة تلفك. كيلا اوه تحت جيت. الله ياخذك الله ياخذك. شافني اوه شنو يمكن تحديث ما نمان راس السنة. يا باو واو والله حلوة. يمكن لا تختربي مو الله العظيم ما نختربي. اوكي يلا عادي. شاي نزل ثلج مدري شنو. والله تحديث جديد جيد. وات لعد مين يجي الثلج تعرف. والله ما ادري. يلا عادي اكتبوا بالتعليقات. شلون افتح هذا الباب؟ بس هدف افتحه. اكتبوا بالتعليقات لو قاعد اشوف الفيديوهات شلون افتح هذا الباب. ما القى اي فيديو منه طلع اجزاء. الله ياخذك الله ياخذك. والله قمزت والله قمزت شباب والله قمزت. اوكي هذا هو الجحيم. لا يمكنني الهروب ابدا. يلا عادي. دقيقه بس خلينا نسويها. اوه والله شباب والله لان سجلت شانسه ما شافني. افتح الجرارة. كنوع عمري بس يلا عادي. اوكي بشوف ما راح افوز بس اشوفكم التحديث الجديد يعني اشوفكم الاشياء جديدة يعني بعد التحديث. اوكي طيب شباب اذا ختمها بهذا الباب الجوي يعني ختمها شلون ما اعرف. طيب يلا جيد جيد خلينا ننزل المصعد. نزل معود ليس وقت مناسب للخروج علي اول اصابتي بالفيروس فيروسات قصدي يعني الناس بيخرب النظام والشركة عم تفتح لنا هذا الباب. يلا وليد ولي دقيقة دقيقة وقف فيركم ما يسمعنا. شعار المقام متاخذة خذ هاي شعار. لا تقوم بإضافة الكود. لا تقوم بإضاعة قصد يعني ما قريت زين. المهم يلا بس لا حجينا هنا حجي. اوكي واحد ستة ثمانية واحد حلو واحد ستة واحد ستة وانا واحد ستة واحد ستة. دقيقة دقيقة شباب بس خلينا نعدل السماعة. اوكي ايمن كاحة وجد من جهاز الله ما ادري ايش يقولون. المهم يلا ثمانية واحد حلو. اي من كنت احاول تدمير الجهاز الذي يسمح لهم بعد الشحن. الله ياخذك الله ياخذك الله ينتقم منك. السلام كسحي فززني الله قمزت. اوكي عادي. اوكي هذا انت بجيت الثلاث. اوكي شوف خذه 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 لك خذه خذه. يبا وصلنا انت لا تنسى اللايك والاشتراك اعجب في عشان الجرس. إذا عجبك المقطع حط لايك. إذا ما عجبك المقطع حط ديسلايك. المهم شباب مع السلامة. اوكي دقيقة شباب يا جماعة يلا بعد أصور الحلقة الثانية بيها. يلا مع السلامة.